على الساعه السادسه ونصف تم وقوع حادث هنا على مستوى مستشفى يوسف دمرجي مصلحه الامراض الصدريه، حيث قام شخص كان في حاله استشفائيه بالغ من العمر 63 سنه، الذي كان يعاني من مرض سرطان على مستوى الرئه، والذي كان تحت رعايه طبيه هنا على مستوى المصلحه. للاسف الشديد قام هذا الاخير بشعل اشعال سيجاره، حيث كان تحت ماده الاكسجين، رغم التوصيات تاع الممرضين وتاع طبيب المصلحه الذي منعوا عليه القيام بشعل سيجاره على مستوى المصلحه على مستوى السرير تاعو، الا انه تم استغلال فراغ، حيث قام الممرضين بالقيام بعمليه علاجيه للمرضى الاخرين، قام باشعال سيجاره على مستوى الغرفه تاعو، وللاسف الشديد السيجاره مع ماده الاكسجين تم هناك حريق على مستوى السرير، ليس هناك خسائر ماديه. للاسف الشديد المتوفى تم توفى على مستوى مصلحه قاعه الجراحه على مستوى مصلحه الاستعجالات بعد تلقيه كافه الاستعجالات الاوليه من طرف الاطباء الاخصائيين، ربي يرحمه، وتم وفاه المعني بالامر على مستوى القاعه. وهنا على مستوى المصلحه لا يوجد اي خسائر ماديه او خسائر بشريه. للاسف الشديد نترحموا على روح الفقيد، يا ربي يرحمه، بالغ من العمر 63 سنه من بلديه تخمرت، حيث هو بدون ماوى، هو شخص بدون ماوى، استنزليه تم التكفل به على مستوى المصلحه تاعنا، تم استشفاؤه اليوم على الساعه 1:30 صباحا بعد تلقيه العلاج ومن طرف الاطباء الاخصائيين. للاسف الشديد قام باشعال السجائر رغم التوصيات الممرضين والطبيب، حيث قام باستغلال وقت من الفارغ، وللاسف الشديد تم وقوع هذا الحادث، نتاسف كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة السور في ولاية تيرت بالجزائر نتكلم اليوم. نتكلم عن المستشفى الكبير لمدينة تيرت، مستشفى يوسف الدمرجي، وين كان فيه كل العناية للمرضى. ثلاث ليامات دخلوا مريض لهذه الاستعجالات، مريض من صدره، الله يرحمه على كل حال، مريض من صدره، ودار كما راكم تشوفوا في القاعة هذه، يروحوا يجوا عليه فرملة كما راه يهدر السيد قايد سفيان، كما كان يهدر لكم، داروا له كل الصوالح اللازمة إلا حاجة واحدة، قالوا له ما تكميش الدخان هنا، قال له ما جبتش معايا الدخان، قفلهم باه يروحوا للصالة واحدة أخرى للمرضى، ودار قارو، دار قارو والأكسجين عنده، أشعل، الله يرحمه على كل حال، أشعل. سمعوا الضبيع جاو يجاره وصابوه يشعل، طفاوه وراحوا داوه العنايات وكذا وكذا وكذا، توفى الله يرحمه. إذن كيما رانا نسمع، صحيح يديروا تحقيق صحيح، بصح هذا تعرفوه، مريض هذا تعرفوه منين جا، تعرفوه علاش، مريض الله يرحمه، وقيل عنده كونسير في البومون،
ما طقش يصبر على الدخان. شعل قارو؟ قال ما عنيز بتاع كدرقو شعل قارو. وانتو ماذا قال الناس تعرف باللي السجائر والأكسجين ما يتفهموش كي تلاقاو تنفجر الأوضاع. إذن السيد الله يرحمه ولكن العمال نتاع المستشفى ومدير المستشفى كلهم بعدهم رايحين، قيل لكل مريض يقف على راسه فرملي. هذه الساحة عندكم الحق، كل مريض يقف على راسه فرملي. كيف يعسوا هذا؟ من جهة قال لهم ما عنديش دخان، ومن جهة كيف رقص الصالة وما كان ما شاف حتى واحد هب شعل قارو. الله يرحم على كل حال. احنا عارفين مول الدخان ما يصبوش عليه، بصح كاع الناس تعرف ممنوع تتكيف في المستشفى، كاع في المستشفيات. إذن ما ديروش عندكم هلا بقي في المدير وفي الخدامة، لا السيد الله يرحمه، ولكن أهل وراهم عارفين بلي يتكيفوا ما صبرش على الدخان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.